مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها في موضوعات تهم كل الشعب المصري، موضوعات تهم كل بيت في مصر. هنتكلم النهاردة عن مواضيع مفيدة ومواضيع كتير مننا اتسألنا في برنامجنا وعلى التواصل الاجتماعي، وجالنا شكاوي عديدة من المواطنين في حاجات كتير. والنهاردة بس قبل ما أبدأ حلقتنا بنعزي أنفسنا في شهيد الوطن المقدم محمد فوز الحوفي أثناء مواجهته لجماعة الإرهاب الغاشب في الأمرية. إن شاء الله طبعا ربنا يتقبله في الجنة ويكون إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله وشهداء الوطن كلهم. ويسعدنا النهاردة أن يكون ضيفي وضيفكم الأستاذ محمد فاروق، منسق عام حملة بالفقر لبكر. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا إحنا تقابلنا بحضرتك في لقاءات عديدة، وكانت برضو من ضمنهم حملة مواطن مع الرئيس وغيرها وغيرها، لأن حضرتك تملي من المواطنين ومن الشرفاء اللي موجودين، وجهة مشرفة لمصر اللي تملي بتحافظ على المجتمع المصري والعادات والتقاليد المجتمع المصري، ودايما بتفكر لبكرة في تقديم المجتمع وتقدم المجتمع. وسعدنا النهاردة أن يكون معانا الصحفي المتميز والمتألق الأستاذ حسين عبد الفتاح. اهلا وسهلا بحضرتك طبعا وعضو الحمله، واحنا سعداء بحضرتك ان موجود وجودك معانا النهارده. اهلا بيك وبضيوفك الكرام. ربنا يخليك. احنا بقى النهارده يا محمد بيه عايزين نعرف من حضرتك ازاي انت اخترت كلمه وحمله بنفكر لبكره، لان بنفكر لبكره ده مستقبل اولادنا، مستقبلنا كلنا، فازاي في بدايه الامر فكرت ازاي نفكر لبكره؟ هي دعوه للامل، دعوه للمستقبل. بس خليني قبل ما ابدا اعزي طبعا وزاره الداخليه في ابنهم الشهيد محمد الحوفي رحمه الله عليه، واعزي اسرته واحبابه، واللهم الحقنا بالشاهدين اللهم الحقنا الشهاده ان شاء الله. حمله تفكر لبكره هي حمله خرجت من رحم حمله مواطن، بتتكلم في دعوه الامل، دعوه المستقبل. كل همنا التوعية وخدمة المواطن على الأرض. ما لناش في السياسة، حب الخدمة لأهلينا وللشعب، وبحكم احتكاكنا بالأرض وبالناس وبنشوف الناس بتبقى عاوزة إيه، وبنبدأ نجري ورا الخدمة بتاعته وبنعملها بحب وبدون مقابل، لان دي بلدنا كلنا. واحنا عايزين نتكلم شويه في توعيه الكورونا طبعا. احنا بنقول كلمه بنفكر لبكره طبعا في حاجات كتير، دعوه للمستقبل، دعوه للتعليم، دعوه للصحه، دعوه لكل ما هو في المجتمع المصري بنعيش فيه. عايزين نعرف بقى دور الحمله في مواجهه كورونا. طبعا احنا عشنا فتره عصيبه، ولحد دلوقتي بنعيش في فتره، وشفنا دعم الدوله، وشفنا الدوله كل شويه بتدي توجيهاتها للساده المواطنين، عدم الانسحاب، عدم التلاحم، التطهير، الكحول، حاجات كتير جدا. ولكن في بعض الاماكن الشعبيه او في بعض الاماكن ما بتستوعبش للكلام، ومفكره ان هو مثلا الموضوع موضوع تهريج، او الموضوع موضوع حاجه بسيطه وهتنتهي. فعايزين نعرف دور الحمله في التوعيه كان ايه بالنسبه للمواطنين. دور الحمله، واحنا ما بدا الخطر مع بدايه الخطر، يعني مصر استوعبت الازمه من اول حاله. كان لازم يبقى دور المجتمع المدني على الأرض، لأن الرئيس نادى طبعا لازم كلنا نبقى مع بعض في الأزمة ديت. في كتير حملات شغالة وفي ناس كتير شغالة، فنزلنا. أول ما نزلنا كان طبعا عاوز أشكر طبعا دكتور ربيع، وأشكر الأخ أحمد فرج، تناوبت معهم في التليفون في اليوم ده، قلت لهم انزل. أول كان أول حاجة طبعا في البدرشين بصراحة، اشتريت لهم كرور وبدأنا نجيب المواد المعقمة عشان نوعي الناس ان هو يطهر الأسطح بتاعته، يطهر بيته، عشان الناس بعد كده تشتغل بقى. يعني خلاص انت قدمت الفكرة وعملت الطلعة الأولى، خلاص شكرا بقى، كل واحد يقوم بدوره. يعني المجتمع يلتحم، كلنا بنعيش في مجتمع واحد وكلنا بنشارك في المجتمع، والوباء اللي موجود ده ما بيأذيش نفسه ولكن بيأذي الآخرين. يعني لو ما حافظش على نفسه هنكون كلنا في خطر، فلازم كلنا يكون في دور مشاركه بيننا وبينهم. وبالاخص بقى الاستاذ حسين عبد الفتاح، احنا عندنا جالنا طبعا شفنا حاجات كتير موجوده في شبرا الخيمه وفي العشوائيات وفي الاماكن الشعبيه،
كلمنا عن التوعيه ودور التوعيه لحضرتك اللي كان موجود بالنسبه لشبرا الخيمة. انا بشكر حضرتك على هذا اللقاء ووجودي مع احد الرموز العامله على الارض بالفعل، استاذ محمد فاروق منسق عام حمله بنفكر لبكره، اللي خرجت من عزب ونجوع وكفور، ودايما انا بقول الكلمه دي، حمله طلعت من قلب الشارع المصري، المواطن المصري، من الفلاح البسيط، من الصعيدي الاصيل. زي ما استاذ محمد اشار من شويه ان احنا لما توجهنا بالتوعيه توجهنا وكان اعضاء الحمله بيصرفوا من مالهم الخاص، لذلك كانت التوعيه مباشره وكان في اجراء عملي مع المواطن في كل بقاع مصر، لان الحمد لله الحمله منتشره في ربوع جمهوريه مصر العربيه في جميع محافظاتها، وليها قاعده موجوده من ايام حمله مواطن لدعم الرئيس. لذلك ما وجدناش صعوبه كبيره في الوصول للمواطن، خاصه وان الشرفاء في الحمله امثال مثلا ريمون كريازي، امثال احمد الخطيب والحاج علي الخطيب، امثال قيادات كثيره مش عايز اذكر اسماء متعدده في اسكندريه، في كفر الشيخ، في اماكن منتشره، في البدرشين على فكره قاعده كبيره جدا موجوده وبشكل طيب. والميزه بقى ان مفيش انتماءات حزبيه، هو انتماء للحمله والانتماء الاصلي كلنا مصريين للوطن. بالظبط كده، بنحب بلدنا وكلنا بالزبط. بنشارك بالعكس بقى المدن. استاذ تامر، لما كمان بيحصل تعامل مباشر مع حزب من الاحزاب ما بنختلفش معاه، بالعكس بنتواجد على الساحه زي ما حضرتك قلت، لان الاصل ان كلنا مصريين وبنقدم الخدمه. طيب الخدمه دي تم تقديمها في شكل توعوي، شكل نظري وشكل عملي، وشباب الحمله وفتيات الحمله كانوا بيتقدموا العمليه دي بقياده الاستاذ محمد فاروق وبقياده الامناء اللي موجودين او المنسقين اللي موجودين في المحافظات. احنا معانا مداخله تليفونيه، معانا الدكتور بكر رئيس حي شارع شبرا الخيمه. الو الو الو، يظهر في مشكله في الخط، نرجع تاني لغايه ما يرجع معانا الدكتور بكر. فطبعا احنا بنتكلم برضو، واحنا بنقول ان العشوائيات او الشعبيات بمعنى اصح الاماكن الشعبيه بيبقى مزدحمه بالسكان وفيها كثره وفيها كثافه سكانيه عاليه جدا، وطبعا دور الدوله كان ملحوظ ان هم كل شويه كان في توعيه وفي توجيهات من السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والسيده وزيره الصحه. طبعا كل شويه كانت بتطلع تقول البيان وتحسس خطوره الموقف، ولكن كان هناك بعد الاستهتار من بعض المواطنين ادى برضو الى كارثه في شبرا الخيمه، ان في اكثر من 3 عائلات في حي شرق شبرا الخيمه بالاخص كان عندهم دلوقتي هم في الحكر الصحي، وان شاء الله برضو الفتره اللي جايه يكون يشفوا باذن الله ويتحول من ايجابيه لسلبيه ليهم. فعايزين نعرف في استوعاب برضو بالنسبه لحضرتك لتوجيهات الحمله اللي حضرتك وجهتها، كان في كتير بيستوعب ليها ولا كان في لا مبالاه بالنسبه للمواطن؟ في الحقيقه الميزه اللي في حمله بنفكر لبكره انها ما بتشتغلش بالفكر النمطي اللي موجود، لكن هي بتتوجه للعائلات وللاسر وللقيادات الطبيعيه اللي موجوده في الشارع المصري وللجمعيات الاهليه، بتتعامل مع الجميع وبتحترم جدا تواجد الجهاز التنفيذي في الشارع وبتشارك معاه وبتقدر دوره، ما بتحاولش تسرق دور الجهاز التنفيذي. الحمله بتعطي لكل ذي حق حقه، خاصه واحنا بنشوف رئيس جمهوريه بيتمتع بهذه الروح القويه، روح المقاتل المصري المواطن الشريف اللي موجود على الارض بيتابع الاعمال بنفسه، بيتواجد بين العمال، بيوجه للحفاظ على العامل المصري والفلاح المصري، بيسال. احنا برضو معانا مداخله تليفونيه، معانا سياده اللواء صلاح التوامي. الو الو، اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور تامر. الحمد لله يا سياده اللواء، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام والله. حضرتك عامل ايه في اليومين الحظر اللي احنا موجودين فيهم يا سياده اللواء، في البيت ولا؟ والله
والله اللي ربنا بيقدرنا عليه بنعمله، عشان انت عارف شبرا الخيمه منطقه شعبيه ومكتظه بالسكان، فبنعمل حملات كده توعيه للناس، وان شاء الله الحاجات البسيطه اللي ظهرت ديت تسيطر عليها تماما، وكلهم في الحجر الصحي دلوقتي، والحمد لله ابتدت الشعب الشبراوي يلتزم بالاجراءات الحظر. احنا شفنا لحضرتك مجهود كبير الفتره اللي فاتت، وشفنا توعيه، وشفنا حضرتك كنت مع شباب التطهير اللي بيطهروا الميادين في شبرا الخيمه، وكان من دور توعيه كبير لخدمات المواطنين في شبرا الخيمه في حاجات كتير. فعايزين نعرف في استوعاب من المواطنين حاليا ان هم حسوا بخطوره الموقف، ولا لسه في بعض المواطنين عندها بعض الاستهتار؟ انا اقول لحضرتك معلش في الاول فاتت علينا ان احنا نعزي انفسنا ونعزي مصر كلها في شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي من قطاع الامن الوطني، وده مش جديد على اهل الخرسة والنداله. العالم كله وقف الحروب، وقف النزاعات الدوليه على مختلف العالم بالكامل، ولكن اهل الشر مش عايزين يسيبوا مصر بحالها. لكن ان شاء الله انا يعني حزين وفرحان، فرحان ربنا يجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله. ما اخترقتش النهارده وقدروا يتصدوا للخليه الارهابيه، والنهارده قدرت قوات الشرطه الباسله ان هي تقتل سبعه من هذه اللي كانت عايزه تعمل اعمال تخريبيه في مصر في احتفال اخواتنا المسيحيين باعيادهم، ولكن الحمد لله هيهات الجيش المصري والشرطه المصريه والجيش الابيض. الحمد لله مصر كلها بتحارب في جميع الاتجاهات وبتحقق نجاحات مذهله، والعالم كلها بيشهد بالاجراءات اللي حصلت في مصر لمحاصره الفيروس كورونا. بالنسبه لشبرا الخيمه زي ما قلت لحضرتك، الحمد لله رئيس المباحث يعني من اول الحظر الساعه 8 بنفسه بيمر بسيارته وبلجنه بيمر على جميع احياء شبرا الخيمه بغرب، علشان حتى الشوارع لما الناس اشتكت ان في ناس في الحواري او في الازقه او في الاماكن اللي هي مش شوارع عموميه، رئيس المباحث برجالته دلوقتي كلهم بيجوبوا في شوارع شبرا الخيمه الداخليه والخارجيه. احنا بنشكرك يا سياده اللواء، وان شاء الله مصر الفتره اللي جايه تكون منتهيه تماما من المرض اللي ملعون اللي احنا فيه والوباء اللي احنا موجودين فيه. نشكر حضرتك في مداخلتك النهارده معانا يا سياده اللواء. طبعا محمد بيه زي ما حضرتك برضو شايف، وزي ما احنا بنسمع الفتره اللي فاتت، ان اجهزه الدوله عليها عبء كبير، ومع رغم ذلك شفنا برضو السيد رئيس الجمهوريه عمال بيوجهنا وبيوجه اولاده، وكل شويه عمال بيناشدنا وبيقول لنا حافظوا على نفسكم وحافظوا على بلدكم، وعمال بيدينا توعيات كتير، عمال بينزل في الشوارع هو وطبعا والقوات المسلحه والشرطه طبعا حماهم الله طبعا وحفظهم الله، وبيطهروا الشوارع وبيحاولوا اللي هم يخلونا نشيل معاهم المسؤوليه او نتحمل المسؤوليه. هو الرئيس لما دعا دعوه، طبعا رئيس الجمهوريه لما بدا في بدايه الازمه وبدا يدير الازمه دارها بحنكه واداره مانجمنت صحيح، وتم تنفيذها من خلال السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى. التوعيه موجوده دلوقتي، هو نزل توعيه في الاعلام. كل الدعم، كل الدعم لاخواتنا الجيش الابيض، وانا عاوز اوجه لهم كلمه وارجع ارد تاني على مواقف السيد الرئيس في اداره الازمه، هي اداره صحيحه وعرف يدي رساله لاهله في مصر وللعالم. يعني ايه انسانيه؟ يعني ان انا اقف معاك في المحنه. وطول تاريخ مصر، مصر من قديم الازل وهي طول عمرها بتسند الخارج اصلا، من ايام ما سلفت الانجليز، اللي هي حتى الان احنا ما خدناش الفلوس لحد الان، بس ده مش موضوعنا يعني. فمصر بلد تاريخ، مصر هتقود العالم ان شاء الله. مصر اثبتت ان هي دوله من الدول المتقدمه في مواجهه الكورونا اللي موجوده حاليا، وفي مواجهه الفيروس اللي موجود. احنا شفنا الدول المتقدمه، شفنا انهيار فيها، خلينا شفنا بس حاجات كتير. خلينا نكمل تامر بيه بعد اذنك فضل. عشان ما نخرجش، عشان انا كده قفلت الكلمه بتاع السيد الرئيس في دوره في التوعيه. ربنا يوفقه، ربنا يعينه على الحمل اللي هو شايله في الفتره الحاليه من الداخل ومن الخارج. خلينا ندي كلمه لاخواتنا الاطباء، وانا ليا اصدقاء كتير في المجال دوت،
ويمكن بنكلمهم وندعمهم بالروح المعنويه. هم فعلا محتاجين، لان هو جندي على الجبهه دلوقتي، هو حائط الصد للكورونا ضد الشعب المصري. بس فين دور الشعب المصري؟ الاختلاط كتر، الاسواق، يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم شويه من شويه على السيد رئيس مجلس المدينه او رئيس الحي في شبرا، ان هو نزل فضى السوق. شكرا، هو مجهود السيد مشكور. رئيس حي شبرا الخيمه عمل مجهود مشكور. بس قبل انا بتكلم مع حضرتك، عايز اتقدم طبعا باغنيه شهيد لاسر الشهداء اللي موجودين لحمله بنفكر لبكره، اهديها لكل الشهداء، الشرطه والجيش والجيش الابيض وكل شهداء الوطن اللي ضحوا بانفسهم من اجل وطننا الحبيب. فياريت ننزلها يا شباب معانا على الشاشه. سعد وهباب بما الورادة من حديد، شهيد شهيد قالوا لك عني شهيد، شهيد شهيد ولد ولد من جديد، شهيد شهيد قالوا لك عني شهيد. ورجعنا لكم. طبعا انا بتقدم بخالص العزاء لكل شهداء الوطن اللي ضحوا من اجل وطنهم ومن اجل ان وطنهم يتقدم ومن اجل اللي غيرهم يعيش في بلدنا الحبيبه. فطبعا ان شاء الله ربنا يحتسبهم عند الله طبعا كلهم في الجنه وشهداء. واحنا برضو بنكمل في حديثنا برضو مع بعض يا محمد بيه، بنقول ان دور القوات المسلحه ودور الشرطه كان دور باين للمصريين، وكان دور توعيه، وكان دور فيه خوف على شعبنا الحبيب وعلى كل مواطن مصري موجود داخل الدوله. والدوله حاولت تقول لكل مواطن خليك معانا، اشترك معانا، خليك معانا، يحط ايدك في ايدينا، عشان احنا بنواجه مرض خطير، بنواجه غير مرئي من غير مرئي زي ما حضرتك بتقول، ومش هيأذيه لوحده، ده ممكن يدمر أسرته، ممكن يدمر بلد بأكملها زي ما شفنا. نتكلم بطريقة بسيطة لأهلنا اللي سامعينا، والطريقة البسيطة دايما بتوصل من القلب للقلب. هستأذنك معانا برضو الأستاذ محروس نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة معانا في مداخلة تليفونية. ألو ألو، إزيك يا أستاذ محروس؟ تامر بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا استاذ محروس. عايزين نعرف الوضع الحالي عند حضرتك في شبرا الخيمه، وبالنسبه لمواجهه الكورونا ومواجهه المرض اللي موجود حاليا يا محروس بيه. اولا حضرتك تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج والساده المشاهدين. احنا بنشكرك يا استاذ محروس. واولا وثانيا باسم السيد اللواء عبد الحميد الهجان والدكتور بكر عبد المنعم، بنقدم خالص العزاء لشهداء الوطن في العمل الخسيس الارهابي اللي تم النهارده بالامريه. ان شاء الله ربنا يحتسبهم شهداء ومن اهل الجنه باذن الله يا استاذ محروس. امين يا رب، امين يا رب. احنا شفنا يا استاذ محروس وسمعنا يا استاذ محروس الفترات اللي فاتت كان في حالات موجوده في شبرا الخيمه، وشفنا ليكم دور بارز في الشارع في تطهير الشوارع وتطهير الميادين اللي موجوده في حي شرق شبرا الخيمه، وبالاخص شفنا ان انتم فضيتوا ثلاث اسواق موجودين في حي شرق شبرا الخيمه لعدم التزام المواطنين والبائعين بالازدحام في هذه الاماكن. كلمنا عن الدور اللي قمتوا بيه يا استاذ محروس. فعلا يعني يا فندم، طوما بلغنا بوجود الحالات اللي موجوده في المرجوشي، قام على الفور بتعليمات من السيد الوزير المحافظ الدكتور بكر عبد المنعم بفض جميع التجمعات اللي موجوده في حي شرق شبرا الخيمه، وبناء عليه تم فض وتعقيم سوق باتين وسوق عوده وسوق الوحده الوطنيه العربيه، وتم تطهيرهم وفضهم من التجمعات. حضرتك في مرور يومي على هذه المناطق، وبنقوم يوميا صباحا ومساء بتطهير هذه المناطق وفض اي تجمعات موجوده فيها. طيب حضرتك رساله توعيه لاهالي شرق شبرا الخيمه، حضرتك تحب توجه لهم رساله من خلال شاشتنا تقول لهم يا فندم؟ انا اولا بس بقول لاهالي حي شرق شبرا الخيمه، يا ريت تتعاونوا معانا بس بعد اذنكم شويه، ويا جماعه الموضوع مش معلش مش سهل، ولو التزمنا شويه في بيوتنا وحافظنا على نفسنا هنحافظ على الارواح بتاعتنا، والوقايه خير من العلاج. لو حضراتكم بس تساعدونا شويه معلش ونلتزم، باذن الله هنعدي هذه المحنه على خير باذن الله. وانا عايز اضم صوت لصوت حضرتك وبقول لهم ان الاجهزه التنفيذيه مش ضدكم، الجهاز التنفيذي بيحافظ عليك وبيحافظ على كل اللي موجودين، لان كلنا بنعيش في وطن واحد، كلنا بنشترك في هذا الوطن.
فيجب عليك ان انت تستمع، ويجب عليك ان انت تشيل المسؤوليه وتقدر المسؤوليه لكل مواطن مصري، ويقف ايده بايدين بعضينا ان احنا نطلع من الازمه اللي احنا موجودين فيها. واحنا لو التزمنا هم 14 يوم مده الحظر اللي موجود زي ما كان طبعا المسؤولين بيقولوا والعلماء بيقولوا، اكيد ان الوضع هيكون مختلف، وان شاء الله ربنا يرفع البلاء على مصر. بنشكرك يا استاذ محروس النهارده يا فندم معانا. نرجع لموضوعنا محمد بيه. فاحنا زي ما حضرتك شفت طبعا كل القيادات وكل المشكور اللي بيسمعوا في شبرا ده، بصراحه تحياتي دي والسيد رئيس الحي. والنهارده انا كان على تواصل في برضه في الجيزه، خلينا نشكر السيد المحافظ، لان كان في حلقه سابقه كان من عده شهور كنا بنتكلم على موضوع الرصف، كنت انا طلعت نشدت على الهواء مباشره ليه، وهو بعت لي رساله ان الرصف انا شغال على الملفات وهبدا ارصف من اول ابو رجوان لحد المنيب، ومشكورا فعلا اللي قالوا اتنفذ على الارض. فبشكر السيد المحافظ الجيزه، تحياتي ليه وتحياتي للسكرتير العام الرجل النشيط. بس لينا طلب عند حضرتك سيادة المحافظ فيما يخص عربية الرش في البدرشين مع الخدمة المجتمعية مع السيد رئيس مجلس المدينة. سيد رئيس مجلس المدينة النهاردة فعلا أزال السوق، فبنقول له شكرا، بس هناك تقصير في أمور أخرى، فنشيد بأن هو يبقى على حياد ما بين المجتمع المدني وما بين عربية الرش التعقيم في البدرشين، لأن بتدار من خلال أشخاص مش من خلال مجلس المدينة طبقا للخطة اللي حضرتك وضعها في الأزمة المحطوطة اللي الدولة حطاها أصلا لكل محافظة ولكل مركز. إن شاء الله طبعا احنا بستأذن حضرتك، بنشكر المناجدة الثانية للسيد محافظ الجيزة. كان في ناس المتبرعين لمديرية الصحة بالجيزة لأدوات وتعقيم للوقاية للأطباء والحاجة صالحة، وكانت جاية من الخدمة الوطنية، والسيد مدير المستشفى في العمرانية رفض أنه يستلم التبرع. فبعد إذن حضرتك يا فندم نظرة للسيد مدير الصحة في الجيزة، لأن البي قاعد في مكتبه وحاطط كاميرا على مكتبه، وزيرة الصحة مش حطاها. ينزل يلف في الجيزة شوية، وينزل يلف على المستشفيات ويحتضن الأطباء، لأن الأطباء عاوزة رفع روح المعنوية يا سيادة المحافظ. احنا بنشكر حضرتك يا محمد بيه ان تملي بتقف جنب المواطن، وتملي بتحافظ على صحة المواطن، وبتحافظ على صحة كل ما هو في المجتمع المصري. واحنا عارفين ان حضرتك بتناشد السيد المحافظ للصالح العام، وكلنا بنناشد السيد المحافظ، وكلنا بنناشد المواطنين للصالح العام، ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونطلع من الأزمة دي إن شاء الله. وطبعا احنا سعداء النهاردة طبعا يا أستاذ حسيني اللي حضرتك موجود معانا النهاردة، وفي بعض الناس أو بعض المواطنين عندها بعض الاستهتار، رغم أن الدولة مشغولة بحاجات كتير، ولكن الدولة صحية لهم في حاجات كتير جدا موجودة، اللي هو الاستهتار دي شفنا تعديات على أراضي الدولة، شفنا غير وغير وغيره في الفترات اللي فاتت. فاحنا بنقول أن احنا كلنا مصريين، وكلنا لازم نخاف على بلدنا ونحب بلدنا، وكلنا لازم ان احنا نكون برضو حاطين ايدينا في ايدين بعض. وجالنا شكاوي برضو عديدة من بعض اولياء الامور في بعض الحاجات اللي هي الادارة التعليمية والابحاث اللي موجودة، وجشع المدرسين برضو اللي احنا شايفين ان الدولة ليها دور كبير ان هي بتقوم طبعا بهؤلاء المدرسين دول، ان هي بتهاجمهم، وبتشوف برضو ان الطلب، وبتقول توعيه كتير ان مفيش حد يدي للمدرس جنيه، ان مفيش حد يستغل المدرس ويديله البحث بفلوس، بلغ على المدرس. ولكن اولياء الامور بين نارين ان هم مش عارفين حاجه عن البحث، فبيضطر ان هو يلجا للطرق دي. وبرضو سياده الوزير قال لو في بحث متشابه الطالب هيسقط، واكيد ان الابحاث دي كلها هتبقى متشابهه، لان زي ما احنا عارفين إنه مدرس بيعمله ال 50 طالب ل 60 طالب من الطلبه دي كلها هتسقط، يبقى دفع فلوس وبرضه سقط. فعايزين برضه رساله من حضرتك لاولياء الامور اللي بيشاهدونا واللي موجودين عشان نقول لهم ايه. انا بشكرك انك اجريت الابتسامه على وجه الاستاذ محمد فاروق، وبالتالي هي تم اجراءها على وشوش او وجوه الكثير من ابناء الشعب المصري. انت لمست أمرين مهمين. القصة الأولانية في كورونا
لما حضرتك قلت ان بعض الاستهتار من بعض المواطنين. تعال الاول استاذ تامر بعد اذنك بقى ناخد الدولة عملت ايه. طيب قبل ما اشوف الدولة عملت ايه، معانا مداخلة تليفونية دكتور ربيع نادي، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ تامر، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، اخبار حضرتك؟ تحياتي ليك وللساده الضيوف الاستاذ المحترم حسين والاستاذ المحترم محمد فاروق. طبعا حضرتك احنا بنشكرك ان حضرتك موجود معانا النهارده، وطبعا احنا يعني مقدرين المجهود اللي حضرتك بتعمله كل اطباء مصر في هذه الفتره الموجوده، وعايزين نعرف من حضرتك بقى الوضع الحالي في مواجهه كورونا. ربنا يبارك فيك. طبعا مبدئيا احب اعدي نفسي وكل الشعب المصري في شهيد الواجب، والله قلوبنا تبكي قبل عيوننا، ألف رحمة ونور على البطل الشهيد محمد فوزي الحوثي، إن شاء الله في الجنة عند مليك المقتدر إن شاء الله. بداية الحملة بنفكر لبكرة، كان الأستاذ محمد فاروق اتصل بيا والأستاذ أحمد فرج إن إحنا نبدأ في البدرشين. بالفعل بدأنا في البدرشين، بدأنا نجيب الناس، وأنا طبعا عضو في حزب مستقبل الوطن، كلمت الناس، الناس جت كلها شاركنا، كان في حراك اجتماعي قوي جدا مش في المدينه بس، في ال 18 قريه. طبعا برضو كان في دعم كل الجهات اللي موجوده، مجلس مدينه، الساده النواب، استاذ بكر ابو غريب، استاذ المحترم صبحي الدالي، الناس كلها شاركت. كان عمل خدمي في المقام الاول ترتب عليه نفع المواطن والدوله في عين واحد. طبعا كلنا الهدف الاساسي ان الدوله تبقى واقفه على رجليها ضد اهل الشر زي ما قلنا. طبعا احب اشكر كل رجال وزاره الداخليه، فعلا فعلا بيشتغلوا باحترافيه في تنفيذ الحظر بشكل ممنهج وقانوني بطريقه جميله جدا انا شايفها في الشارع. احنا بنخرج بالليل بعربيات الرش، متابعين على الارض، عمل ميداني على الارض، متابعين من اول ما حصلت الاضطرابات بتاعه الامطار من بدايه 12/3 واحنا في الشارع. طبعا ترتب عليه افتعال بعض الازمات من بعض افراد اهل الشر، تجار مستغلين. الحمله كانت متابعه، الحزب مستقبل الوطن متابع، الساده النواب، المجلس المدينه، فعلا زي ما الاستاذ حسين بيقول احنا لازم كلنا نتكاتف كله في واحد. الهدف الاساسي هي الدوله، مش 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 حد بعينه. احنا دلوقتي في فتره محتاجين زي ما الرئيس بيقول كلنا ايد واحده، كلنا ايد واحده ضد اي حد. انا يهمني ان المواطن البسيط زي ما الحمله بتقول ننزل الشارع، المواطن البسيط، الناس اللي مش قادره، احنا نبقى الجبهه بتاعتها اللي تدافع عنها. فتحيه طبعا للحمله، تحيه للساده النواب بتوع البدرشين وحزب مستقبل الوطن بكل افراده اللي شغالين في ال 18 قريه من غير ما نعلن. فعلا فعلا احنا بنشكر حضرتك طبعا للدور الكبير اللي حضرتك قايمين بيه والاحزاب قايمه بيه، وكل مواطن مصري بيحاول ان هو يخدم بلده، وكل مواطن مصري بيحاول ان هو يقف جنب بلده في الوباء اللي احنا موجودين فيه. وعايزين نعرف توعيه بقى للساده المشاهدين اخيرا، لان احنا عرفنا ان الفيروس بيصيب الاطفال وكبار السن بالاخص، عايزين نعرف توعيه برضو من حضرتك للساده المشاهدين بيشاهدونا للحفاظ على اطفالنا. هو طبعا بداية لازم ال 14 يوم الواحد ما يخرجش فعلا، لا اطفال ولا كبير سن ولا اصحاب الامراض المزمنه. طبعا اي حد فوق ال 60 يعني ال 14 يوم زي ما الدنيا كلها بتقول، تعرض للشمس على الاقل خالص من 25 ل 45 دقيقه، فيتامين سي على الاقل خالص عشان المناعه. دكتور ربيع اتفضل يا دكتور محمد. عشان المناعه، عشان المناعه يا دكتور بالظبط كده، عشان المناعه تبقى قويه. الشمس مهمه جدا فعلا. احنا الشعب المصري طبعا كله عنده مناعه قويه الحمد لله، يعني ربنا وهبنا ديت، وفي احترافيه زي ما حضرتك قلت في البدايه يا استاذ تامر، ان فعلا الرئاسه عندنا ورئاسه الوزراء مسكوا الموضوع من البدايه. احنا من اوائل الدول اللي فعلا اتكلمنا بشكل ممنهج وقفلنا كل حاجه. طبعا الحاجات البسيطه اللي دخلت دي حاجات بسيطه جدا، ودي ممكن تبقى عامل الجو مساعد بشكل كبير، انما في البدايه احنا دوله الحمد لله الحمد لله لا تعدى النسبه، لا ما فيش نسبه اصلا لو انت بصيت لها، ما في كل مليون اثنين يعني وبيشفوا الحمد لله. ده دليل ان احنا دوله متقدمه ودوله عندها وعي وثقافه برضو، وزي ما محمد بيه قال احنا فعلا هنقود العالم، هي مصر هتقود العالم الحمد لله. احنا الدوله الوحيده اللي بنبعت مساعدات
احنا برضو عايزين برضو حضرتك بنستغل برضو ان حضرتك موجود معانا النهارده، ونشوف بقى احنا عندنا اعياد الربيع الفتره اللي جايه دي، وطبعا انت عارف عاداتنا وتقاليدنا كشعب مصري ان احنا بنطلع في اعياد الربيع وبنطلع بنقعد في الحدائق والمتنزهات. فطبعا الفتره اللي احنا موجودين فيها دي فتره صعبه وفتره عصيبه علينا كلنا، فيا ريت شوف حضرتك نوجه برضو رساله للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا حفاظا على نفسهم وعلى اطفالهم، نقول لهم ايه في الايام اللي احنا موجودين فيها؟ طبعا طبعا لازم يعني الفتره دي بالذات بالذات، واكيد الدوله يبقى ليها دور ودور بارز الفتره الجايه، انا اتوقعه ونلمسه في الشارع الست ايام الجايين دول او الاسبوع اللي جاي لغايه 24، زي ما الرئيس قال رئيس الوزراء لازم ما حدش يخرج، ما فيش تجمعات، الاسواق فعلا احنا عندنا مثلا في بطشين كام سوق اتلغى، فعلا الجهات التنفيذيه ومجلس المدينه قوي، احنا عندنا نائب رئيس مجلس مدينه الباشمهندس نبيل قدري شغال شغل من النار، الاجهزه التنفيذيه كلها في الارض والله ما بيريحوا، يعني ال 48 ساعه في ال 24 ساعه فعلا الدوله. بس انا يا دكتور ربيع بعد اذنك، بس انا اشيد بنبيل، انسان محترم وبتاع شغل، بس نبيل شايل الليله لوحده، ونبيل بيتحارب جوه، ما احنا خلينا نواجه نفسينا عشان نوصل للحلول. طيب احنا برضه عايزين نعرف الساده المشاهدين يعملوا ايه في اليوم ده؟ لا على الاقل خلاص ما حدش يخرج، هو انا افضل يعني، يعني حضرتك بتفضل ان ممنوع الخروج نهائي في انا افضل ال 24 ساعه والله، لو يبقى لو بايدي اعمل ثلاث ايام دولت حظر كلي، او اليوم ده بالذات ما حدش يخرج فيه بجد، لان الناس فعلا زي ما حصلوا في اسكندريه الشواطئ، الناس فعلا ما عندهاش، لازم يبقى في وعي، لازم يبقى في تثقيف، لازم لا بس الشرطه دور. الشرطه نزلت في مديريه امن اسكندريه، نزلوا اخلوا الشواطئ على فكره. بالظبط بالظبط بالظبط، طبعا احنا عارفين ان الشرطه والجيش والقوات المسلحه قايمين بدور كبير، وطبعا واحنا بنشكرهم وبنشكر كل الاجهزه اللي موجوده في مصر، لان كل الاجهزه حاسه بالمسؤوليه وعارفين الخطر اللي بيواجهنا والخطر اللي احنا موجودين فيه. فاحنا بنشكر حضرتك وبنشكر اطباء مصر كلهم وبنشكر كل مؤسسات الدوله وبنشكر فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو ابتدى بالتوجيه لينا وابتدى ان هو يعرفنا كل حاجه عن الكورونا في بدايه الامر قبل ما يقع، طبعا زي ما احنا شفنا الدول الثانيه مننا الكثير والكثير. فاحنا بنشكر كل قيادات مصر، ونرجع لمحمد بيه ونقول له انت شايف بقى شم النسيم داخل علينا طبعا، والاستاذ حسيني، واحنا عارفين ان احنا عاداتنا وتقاليدنا كمصريين بننزل نقول كده بننزل المتنزهات وبننزل لحاجات كتير. هو كان رئيس مجلس الوزراء كان هناخد كلمه من محمد بيه ونرجع للبحث برضو لحضرتك تاني عشان موضوع البحث. رئيس مجلس الوزراء كان طبعا مدي تعليمات بغلق الاماكن الترفيهيه والجناين والحدائق وكل الكلام ده، بس احنا بنتعشم من السيد رئيس الدوله ان يبقى اليومين يومين الربيع بالذات او يوم الربيع بالتحديد بنستأذنك يا ريس انك تعمل حظر شامل، يكون في حظر شامل، لان الاختلاط اليومين دول يعني طبعا عاوز اشيد بمبادره السيد الرئيس للعماله اليوميه، شكرا يا ابن مصر، الناس بتصرف من البوسطه حاليا، ربنا يبارك لك في كل عمل بتعمله لاهلك خير، وانا بوجه دي للسيد الرئيس عبد التحسيس شخصيا. نمره اتنين، بعد الناس ما تاخد مستحقاتها من بنك الزراعه ومن البوسطه و و و، فبنستاذنك يا ريس انك يعني تخلي يوم عيد الربيع، لان دي تليفونات جت من الناس في المحافظات ان بيطالبوا من حضرتك انك تبقى اليوم ده حظر شامل. انا عارف ان ده تكلفه، وان الموضوع اللي انا بقوله ده اكيد يا سياده الرئيس انا عارف ان حضرتك بتحسب اي حاجه بالورقه والقلم قبل ما بتاخد قرارك، وانا بقول لسعادتك هي الحسبه حظر شامل، لان الاختلاط حصل من مواقف العتبه من مطلب مواقف شعبي كذا. يا محمد بيه ان كتير مننا هو دلوقتي مطلب شعبي يعني بيطلب انه يكون حظر كامل، واحنا وبعدين قبل ما نقول الحظر برضو الدوله قايمه بدورها، بس طب ما تيجي انا بقى كمواطن، انا دوري ايه؟ فين دورك انت مواطن بقى؟ فلازم يكون انت عنده بتقول دور، الكلمه من هنا وبلاقيك في الشارع من هنا، لازم يكون طب عنده انت دور عملت ايه؟ ولازم ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان الفتره اللي جايه فتره صعبه، عايزين نعديها كلنا ونحط كلنا ايدينا في ايدين بعض. انا معاك النهارده، انا جاي الجيش بيرش في شرم الشيخ، بيرش في اماكن كتير في الشوارع، شكرا للقوات المسلحه المصريه. معانا مداخله تليفونيه بس، معانا المستشار عصام غالي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. احنا سعداء اللي انت موجود معانا يا سياده المستشار النهارده، واحنا عارفين ان انت قايم بدور كبير ف
في شبرا الخيمه، وحضرتك كنت من الشخصيات العامه اللي موجوده، كنت عضو مجلس محلي، كنت عضو مجلس محافظه، وكنت مرشح مجلس شعبي لاكثر من عام، لاكثر من دوره. فاحنا عارفين ان الدور اللي انت بتقوم بيه حاليا دور كبير، وعارفين ان احنا اهالينا في شبرا الخيمه طبعا بعد الكارثه اللي حصلت، ان احنا عندنا اكتر من شارع او شارعين كان حصل فيهم الحجر الصحي. فعايزين كلمنا بقى عن دور التوعيه اللي حضرتك قايم بيه والتطهير اليومين دول. والله يا استاذ تامر، مش انا لوحدي بصراحه، ربنا الدور دور مجتمعي برضو، بيشاركنا فيه الشباب المحترمين وبرضو الساده رجال الاعمال والساده النواب برضو بيبذلوا برضو قصارى جهدهم، واحنا حضرتك يعني قايمين برضو بالدور كل يوم في توعيه، كل يوم حضرتك بنلاقي برضو في تنسيق بيننا وبين رئيس الحي، بنعرف برضو من خلال الجولات الميدانيه بتاعته بخصوص اللي هو موضوع التطهير، برضو بنتصل بالمستشفى يوميا عشان نشوف الحالات، ويوميا اعتقد بيبقى شبه يومي ان احنا بنتصل بالساده زملاتنا بالاخوه زملاتنا اللي هم المحظور عليهم اللي هم الشرعيين، بس بنطمئن عليهم. وبصراحه ربنا النهارده لقينا ان هم اكثرهم ان هم عملوا تحاليل وهم بصحه جيده وناس كويسين، وان شاء الله قريب الحمد لله، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون فتره بلا بلاء بلا اوبئه بلا امراض. وعايزين رساله توعيه برضو للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا من اهالي حي شرق شبرا الخيمه، سياده المستشار نقول لهم ايه لالتزامهم بقوانين الحظر وقوانين التوعيه؟ اقول والله طبعا طبقا لمنظمه الصحه العالميه ان مصر بتحتل مرتبه عظيمه ومرتبه محترمه بالنسبه لهذا الفيروس، والقياده السياسيه قايمه بدور فعال على مستوى مصر وقواتنا المسلحه والشرطه، وبقول لهم الزموا بيتكم عشان يعني ننجو من هذا الوباء. شوفوا امريكا، شوفوا ايطاليا، شوفوا اسبانيا، شوفوا ايران. احنا عندنا برضو احنا ناس طيبين وناس غلابه وناس محترمين، فيا جماعه نحافظ على اهالينا قدر المستطاع. الزموا بيتكم، الزموا بيتكم، الزموا بيتكم، كل واحد. نشكرك يا سياده المستشار، وان شاء الله الفتره اللي جايه تعدي باذن الله بامن وسلام باذن الله يا سياده المستشار. ونرجع تاني بقى للاستاذ حسين، كنا اتكلمنا عن البحث، وكنا اتكلمنا عن اولياء الامور كانوا بين نارين، منهم مش عارف يعني ايه بحث، ومنهم بيلجا للطرق اللي هي الغير شرعيه، وفي نفس الوقت بيرجع في الاخر ان البحث هيكون متشابه وبرضه الطالب هيسقط. طيب اسمح لي ان احنا نقسم الكلام ثلاث مراحل. تمام. المرحله الاولى اللي تقدم بيه اخي الاستاذ محمد فاروق والحضور الكرام ضيوفك على الشاشه وحضرتك بتقديم واجب العزاء في المقدم الشهيد الحوفي، لان حقيقه الامن الوطني ووزاره الداخليه بتقوم بدور من افضل الادوار للحفاظ على الامن الداخلي والامن المجتمعي الان في مصر. حضرتك عشان تخرج من مدينه الانتاج الاعلامي للقاهره النهارده لوسط العاصمه، انت بتمر باكثر من لجنه في قمه الادب والاحترام والاسلوب المتميز والراقي والتعامل مع الجمهور بشكل الشرطه اللي في خدمه الشعب بالفعل. فاحنا لازم نوجه شكر خاص للامن الوطني خاصه ولرجال الداخليه بسرعه. الجزئيه الثانيه والامن الوطني الجزئيه الثانيه زي ما الاستاذ محمد اشار من شويه ان القوات المسلحه الان تقوم بالتطهير والتعقيم في شرم الشيخ. عندما قامت القوات المسلحه بالنزول الى منطقه مصر الجديده وشارع صلاح سالم، الابواق المسمومه بمعنى الكلمه ابتدت تقول ايه، بيطهروا مصر الجديده بس. القوات المسلحة عندها زي ما احنا نزل متعودين نزل طول عمرنا، عندهم خطة يا أستاذ محمد، ما عندهم خطوات محسوبة، عندهم آليات للتنفيذ، خطة استراتيجية ماشية عليها، فهم ابتدوا يشتغلوا في مصر الجديدة. صلاح سالم ده طريق المطار والطريق الشريان الرئيسي اللي أي وافد بينزل إلى مصر بينزل عن طريق مطار القاهرة،
صلاح سالم ده هو الطريق والممر والمعبر لدخول المحافظات ودخول مصر. فبدأ بهذا الطريق الهام والشريان الحيوي ومنطقة مصر الجديدة طبعا المحيطة بصلاح سالم. بعد كده زي ما الأستاذ محمد قال تواجده في اسكندرية نفسها، تواجده في منطقة المسكي وعابدين وسيدنا الحسين والأزهر بالأمس كانوا موجودين في موقف عبود والمناطق المحيطة به في منطقة شبرا وغيرها. يعني إيه؟ يعني إحنا بنشتغل بطريقة ممنهجة مش بأهواء شخصية. شكرا للقوات المسلحة، شكرا للأجهزة الموجودة. خلينا بس بعد إذنك رأي حضرتك، أنا جاي للبحث محجد. أنا جاي للبحث، بس أنت قلت التوعية بتاعت كورونا الأول. الدولة لما اشتغلت في كورونا يا أستاذ محمد اشتغلت إزاي؟ اشتغلت بمراحل مختلفة وقامت بمجهود أكثر بعد أول من رائع حالة لدرجة الرئيس دخل أعلن حالة الطوارئ بالنسبة للأزمة وبدأ يبدأ غرفة العمليات. طيب بدأ يدير الموضوع بالفعل. حضرتك بتتفق معايا، بتتفق معايا والأستاذ تامر بيشاركني الرأي أكيد. إن المعارضة البناءة، خلي بال حضرتك إن في نقد للهدم وده ممول وممنهج. دول ناقمين على مصر من قريب أو من بعيد، ناقمين على نفسهم، مش ناقمين على مصر، ناقمين على أي حد مقابل الدولار واليورو، معروفين دول. طيب بس بعد إذنك استمر معنا عشان وقت البرنامج مش هناخد كتير. دقيقة دقيقة طيب. النهاردة الناس اللي اشتغل اديها أستاذ محمد حتى المعارضة البناءة أبناء مصر طيب. المخلصين اللي بيعرض معنا مداخلة تليفونية برضو أستاذ محمد جابر، ناخد المداخلة التليفونية ونرجع لحضرتك برضو. اتفضل. ألو ألو، ازيك يا أستاذ محمد؟ ازي حضرتك يا استاذ تامر، وبحييك وبحيي على البرنامج، بحيي البرنامج الجميل ده واسره الاعداد، وبحيي ضيوفك الكرام. احنا بنشكرك وعارفين ان ليك دور كبير شباب شبرا الخيمه وحي شارع شبرا الخيمه في مبادرات كتير اتعملت واخرهم مبادره التطهير. كلمني بقى عن دوركم ودور الشباب اللي موجودين في مواجهه فيروس كورونا في هذه الايام. طبعا انا بدايه كلامي انا بعزي مصر كلها في الشهيد المقدم محمد فوزي الهوفي شهيد الواجب، ونحتسبه عند الله شهيدا ان شاء الله ويكون عريس الجنه باذن الله. طبعا حضرتك يا استاذ سامر، احنا طبعا بدورنا واحنا اتعلمنا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الشباب لها دور والمجتمع المدني له دور وهي المشاركه الاجتماعيه. طبعا دي ازمه كلنا لازم يكون لنا يد فيها. يعني احنا شايفين في حمله تطهير كنتوا عاملينها في الشوارع وبين في الميادين، دي كانت بينكم وبين بعض كشباب ولا كان في اجهزه من اجهزه المحليات موجوده معاكم؟ والله احنا من بدايه من بدايه الازمه واحنا مجموعه الشباب حمله شباب يفعلون طبعا اعضائها كلنا بشكرهم، نزلنا الشارع بتعقيم وتطهير ورش جميع الشوارع واكثر البيوت، والاسم تاني شبرا خيمه وموقف مسترد سنترال قوات الامن. طبعا كان بدايتنا طبعا بشكر السيد المعالي الوزير المحافظ عبد الحميد الهجان طبعا على دعمه لينا ودعم حمله شباب يفعلون، عشان كان واقف وقفه جامده جميله وهو دعمنا معانا في الفكره، وبشكر المقدم محمد بش شاذلي بجد بجد واقف جنبينا. احنا بنشكرك يا استاذ محمد، وكلمه اخيره بقى للاستاذ حسيني. ماشي نكمل. احنا اشتغلنا مرحلتين، الدوله اشتغلت مرحلتين تمام، لدرجه ان المعارض اشاد قبل المؤيد بدور الدوله. والنهارده زملائنا الصحفيين، يعني كنت بكلم زميلي محمد سعيد هاشم من روزا اليوسف الصبح وهو دايما معترض للبناء، يعني راجل عنده عقليه معينه، فبيقول لا الرئيس قايم بدور اكثر من رائع، المواطنين على قدم المساواة بيحيوا الدولة في موقفها من كورونا. مرحلتين، ان الست تقعد في البيت، ان المرأة المعيلة يبقى لها دور، ان المئة مليار اللي قام بيهم. طيب بنركن كورونا على جنب عشان انا عارف حضرتك انت مهتم بالبحث، ولينا طبعا اكيد حلقات كتير في الموضوع ده لان احنا وقت البرنامج. فرسالة اخيرة للسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا، رسالة اخيرة نقول البقاء في المنزل، وبضم صوتي الاخي الاستاذ محمد فاروق في المطالبه. سياده الرئيس حضرتك قبل ما تكون رئيس جمهوريه مصر العربيه انت مقاتل واب لكل المصريين، فعلا احنا محتاجين الناس تلتزم بالبيت في يوم شم النسيم، ويا سيدي ياكلوا فسيخ ويعملوا اللي هم عايزينه. بنشكرك النهارده يا فندم. ومحمد بيه رساله اخيره للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا النهارده نقول لهم ايه؟ كل الدعم ورا الجيش الابيض،
لرفع الروح المعنويه من اللي بيشوفوه في الحجر الصحي. انا كحمله بنفكر لبكره انا داعم بقوه ليهم، واول حاجه قدمناها من خلال المهندس رمون كريازي ان المنتجات كلها للاطباء المقيمين والاسره التمريض بسعر التكلفه من عنده، والايام الجايه في مبادرات تانية ليهم بمشيئه الرحمن، وكل الدعم من حمله تفكر لبكره ورا الجيش الابيض. بنشكرك يا محمد بيه، وبنشكرك يا استاذ حسين النهارده معانا ضيوفنا في حلقتنا، وزي ما عودناكم في كل حلقه بنقول لكم اللي بيحب مصر يخاف على مصر ولا اللي خاف على قادمه. شكرا.